اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وأن تنقضى به الحوائج وأن تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات وأنفاس ونفس بعدد كل معلوم الله. إن شاء الله سمسمى كتاب السلوات. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وأن تنقضى به الحوائج وأن تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات وأنفاس ونفس بعدد كل معلوم لك ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kepada tuan-tuan puan-puan yang memberi salam, ahlan wa salam. Terima kasih kerana sudi jalan pada pagi ini untuk sama-sama kita membaca kalam Allah, kitab Allah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, jom kita mulakan. Sebelum kita baca surah Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah, kita kena tahu apa kelebihan dia, kelebihan manfaat untuk kita membaca surah Al-Waqi'ah dengan Ar-Rahman. Jadi kelebihan orang yang membaca surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kebahagiaan, memberi ketenangan buat diri kita lah. Dan surah Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan murahkan rezeki dan Allah akan jauhkan dia daripada kefakiran, kemiskinan. Banyak kelebihan tuan-tuan puan-puan. Jadi insyaAllah, jom sama-sama kita mulakan. Kita dahulukan dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Jadi insyaAllah diminta untuk semua buka muka surat 531. Kita akan membacakan surah Ar-Rahman dengan penuh semangat. Bagi baru hadir, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam tuan-tuan puan-puan. Jangan lupa untuk like dan share, kongsikan lagi dengan rakan-rakan sama-sama yang lain, boleh? InsyaAllah. Jom sama-sama kita mulakan. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من أي آلاء ربكما تكذبان Semua ustaz seterusnya dengan penuh semangat ayat 17. Waalaikumsalam kepada Mami Salam. Ahlan wa sahlan. Jangan lupa untuk share. Kita kongsikan lagi dengan rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain. Moga ramai lagi orang dapat mengaji pada pagi ni dalam pembacaan surah Ar-Rahman dengan Al-Waqiah. InsyaAllah, jom kita teruskan dengan penuh semangat walau apa pun terjadi. Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواذ من نار شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ربكما تكذبان. حملة. Kita sambung buku saksa seterusnya Musa 41 dengan penuh semua insyaAllah. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان Teruskan semangat tuan-tuan puan, teruskan semangat, jangan lupa untuk like dan share, kongsikan lagi dengan rakan-rakan, sebarkan lagi dengan sahabat-sahabat yang lain insyaAllah. Wa min dunihima jannatan fa bi ayyi rabbikuma tukadziban مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Alhamdulillah. Selesai pembacaan surah Ar-Rahman. Tuan-tuan puan-puan, kita teruskan dengan surah Al-Waqiah, boleh? Jom kita sambung dengan penuh semangat insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Sheila, Puan Mariana dan tuan-tuan puan-puan semua, masya-Allah. Jumpa-jumpa masuk, jumpa-jumpa hadir. Kita teruskan dengan surah Al-Waqiah. Moga kita dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada kefakiran, kemiskinan. InsyaAllah, jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih semua. Jom kita sambung dengan penuh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وإن كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها حملة selesai ayat pertama ayat pertama muka surat pertama. Jom kita sama muka surat seterusnya, diminta untuk buka muka surat 535 surah Al-Waqiah juzuk 27. Kita akan sama ayat 17 dengan penuh semangat insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan puan-puan yang memberi salam. Jangan lupa untuk like dan share, kongsikan lagi dengan rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih semua. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
مما ولحم طير من نور عين كأمثال جزاء بما كانوا يعملون لا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب إن شاء فجعلناهن أبكارا لأصحاب اليمين ثلة وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إن فشاربون عليه من شرب الهيم هذا نحن خلقون أفرأيتم ما تمنون
أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا الماء الذي تشربون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Insyaallah kita sambung ustaz yang terakhir. Innahu Innahu laquranun karim fi إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة
نعيم. وأما إن من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. تطلب بشكر تسمى الله سبحانه وتعالى. Selesai pembacaan rawah kita pada pagi ini, pembacaan ayat suci Al-Quran kita pada pagi ini. Moga kita sentiasa diberi kekuatan, diberi semangat oleh Allah untuk terus istiqamah mengaji Al-Quran insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ada sedikit pemakluman berkenaan tentang program yang akan dibuat pada hari Sabtu ini. Jadi kita ada program Usolli tuan-tuan dan puan. Mana yang program ini akan buat di Center Sungai Besi dan kami akan buat juga secara online. Jadi bagi tuan-tuan puan yang berminat nak memperbetulkan solat, nak memperbetulkan cara-cara solat yang bermula daripada takbiratul ihram sehingga tahiyat akhir, insya-Allah boleh join bersama-sama dalam program Usolli secara online dan secara fizikal. Secara online kami akan buat secara tertutup, sama ada di Google Meet ataupun Zoom, ataupun kami akan buat di FB Live saja. Dan untuk fizikal dibuat di Center Sungai Besi yang bermula daripada jam 9 pagi sehingga 12:30 hari. Bagi tuan-tuan perempuan yang duduk bersekitaran Sungai Besi, insyaAllah jom sama-sama kita ambil peluang untuk kita memperbetulkan solat kita. Kan? Barang siapa yang membetulkan solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan betulkan hidup dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu daripada segi fizikal, secara rohani ataupun jasmani. Moga Ustaz sembuh daripada batuk. Amin. Terima kasih. Jangan lupa makan ubat batuk baik Puan Sheila Syari. Okay, tuan-tuan perempuan. Jadi insyaAllah kita ambil peluang. Boleh tekan link berada di caption dan berada di pin komen yang ingin bersama-sama memperbetulkan solat insyaAllah. Okay. Jangan lupa jam 12:15 hari nanti akan ada slot mahu. Dalam slot mahu bersama dengan Ustazah Sabrina insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.